في إطار استراتيجية الشراكة المجتمعية وتعزيزا للتواصل مع الهيئات الوطنية الرسمية والشعبية، التقى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم بنخبة من أبناء الوطن ضمت أصحاب الفضيلة علماء الدين وأعضاء من مجلس النواب والشورى ورؤساء الجامعات والمعاهد ومدراء المدارس، ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والصحفيين، وجمع من رجال الأعمال والمحامين والأطباء وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤساء الأندية الرياضية والمراكز والجمعيات الشبابية. وفي بداية اللقاء ألقى معالي وزير الداخلية كلمة. اليوم المؤشرات العامة تبين الاستقرار ولله الحمد في الموقف الأمني، ولكن أردت أني أطلعكم على بعض المعلومات المهمة التي تمس الأمن العام في مملكة البحرين، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية. من خلال مراقبة تطور الموقف ونتيجة للعمل المكثف والمستمر، تبين لنا أن الخلايا الإرهابية كانت مسؤولة عن تخزين الأسلحة والتجهيزات اللي تدخل في صناعة المتفجرات، وكذلك التي كانت تعمل على توزيع العبوات والأموال. ودي أنا أوقف عن موضوع الأموال. هذه مظاريف أو مغلفات، مع الأسف هذه ليست مكافآت لرجال الأمن. المغلفات فيها مبالغ نقدية حدود 50 دينار. من أجل هذا المبلغ راحت أرواح، هذه مبالغ للتخريب ومبالغ للإرهاب، مكافآت للقتل مع الأسف، وتبين كم أن النفس كانت رخيصة، كم أن قتل النفس رخيص، ولكن أيضا بين رخص النفس اللي نفذت من أجل هذا المبلغ. هذه المبالغ كانت توضع في نقاط ميتة ويتحصلون عليها الأشخاص، وكل واحد من أجل تنفيذ مهمة يقوم فيها، يا أما نقل عبوة أو توصيل معلومة أو أي دور من خلال عملية يكون القصد منها، يا أما استهداف أرواح أو عمل تخريبي يمس مصلحة الوطن. المهم أن هذه الخلايا تمت إدارتها من قبل العناصر الموجودة في إيران، وإنها تقوم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، وذلك من أجل تدريب هذه العناصر. وهذا أمر سبق أن نحن وضحناه ولكن لا يزال مستمر. اللي أود أن أبين أن هؤلاء الأشخاص ما راح نتركهم يعملون بدون حساب، وإذا كانت الدول التي يقومون فيها لا تتعاون مع منظمة الانتربول ولا تلتزم بنشراتها الحمراء ولا عن طريق التنسيق الثنائي المباشر، لذا فإن هذه الفئة لا حقوق مدنية لهم عندنا ولا وجود أو امتداد لهم بيننا، وهذا الأمر احنا راح نعمل عليه ونتأكد من تنفيذه. لا يمكن أنهم يعملون في الخارج ويهددون أمننا بدون أن تطالهم العدالة. المهم بعد هذا الجهد المكثف تمكننا والله الحمد من تحديد الأهداف
وتصنيف خطورته. وعلى أثر ذلك قمنا بتنفيذ خطة أمنية لاستهداف مصادر الخطر والتهديد للأمن الداخلي، والتي كانت موجودة عندنا على الخارطة الأمنية، لتكون هذه العملية من أهم العمليات الوقائية التي تم تنفيذها، وهذه خلال الفترة الماضية والأشهر الماضية. ومن أهم النتائج التي تم إنجازها، أولاً القبض على 47 عنصر إرهابي من العناصر الرئيسية، والذي ينتمي أغلبهم إلى 3 تنظيمات، هي سرايا الأشتر الإرهابية وسرايا المقاومة الشعبية أيضاً الإرهابية وسرايا المختار الإرهابي. وهذه الجماعات الإرهابية بدأ العالم بتصنيفهم ومن ينتمي إليهم كإرهابيين بعدما تأكد العالم عن ارتكابهم فعلاً لأفعال إرهابية. ثانياً إحباط عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها، ومنها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات الهامة، استهداف رجال الأمن، حرق وتدمير المنشآت النفطية بهدف ضرب الاقتصاد الوطني، وأيضاً التخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية خلال فترة الأعياد الوطنية. ثالثاً لقد تم القبض على عدد من المطلوبين الخطرين في جرائم إرهابية تم تنفيذها في مراحل سابقة. من خلال تنفيذ أكثر من 100 مهمة أمنية شملت على تفتيش 42 موقع ومستودع، نتج عن عمليات القبض إحالة 290 مطلوب ومشتبه به إلى النيابة العامة، وراح تقوم النيابة العامة بإعلان نتائج التحقيق. طبعاً أتاحنا هذا الأمر التعرف على نوايا الإرهابيين وقدراتهم ومصادر تدريبهم وأماكن عملهم، واكتملت المعلومات الاستخباراتية عن حجم التنظيم والمتورطين فيه بالداخل والخارج. فإن مهمتنا الأمنية لا تنتهي أيها الأخوة والأخوات بالقبض على تنظيم إرهابي أو عدد من المخالفين للقانون. مهمتنا الأمنية شاملة، والهدف منها أن يسود الأمن والاستقرار كل أنحاء البلاد، ولذا يجب أن تكون نظرتنا الأمنية شاملة والوقوف على أهم الأسباب والدوافع اللي تأثر على الوضع الأمني بشكل عام. من الأمور الأساسية اللي أود التركيز عليها نظراً لعلاقتها المباشرة بأمننا واستقرارنا هو موضوع الهوية الوطنية، حيث أن هويتنا البحرينية قد تأثرت بعد أحداث 2011 وما تلاها من تداعيات تركت أثرها على العلاقات الاجتماعية. ومما لا شك فيه أن الجهود التي بذلت من أجل استيعاب الجميع واحتواء الوضع منذ ذلك الوقت أصبحت جليلة وواضحة، حيث قاد هذه الجهود سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من خلال حرصه على التواصل مع الناس في العديد من المناسبات الوطنية، إضافة إلى الالتقاء بوجهاء المحافظات والأهالي وتكريم المتفوقين في شتى المجالات الإبداعية والثقافية والرياضية على سبيل المثال الحصر. كما أن حرص سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على التواصل مع الجميع من خلال المجالس الأسبوعية
هذا أيضا يأتي في إطار التواصل والشراكة مع المواطنين. لكن خلوني ألفت انتباهكم إلى موضوع معين. في أكثر من مناسبة صرح سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بأن نهجنا نهج الوسطية والاعتدال، ومفهومي لهذا التوجيه الكريم من لدن جلالته إنها دعوة من جلالة الملك المفدى لتحرير الناس من عزلة الطائفية وخندق التطرف إلى فضاء الوطنية، إنها دعوة للإيجابية والتفاؤل والأمل، وهي دعوة المحبة الأبوية الكريمة، وإن تحقيق هذا الهدف الوطني يتطلب منا مواجهة التطرف والطائفية والكراهية. ودعوني أذكر بما سبق أن قلت قبل أكثر من 10 سنوات. أول توجيه استلمت من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كلمات محددة، فقال جلالة الملك: تذكر بأنك لخدمة الجميع، أي جميع الناس بدون استثناء. وكنت أتساءل بعد سماعي لهذا التوجيه، لماذا قال جلالة الملك هذا، وما هو القصد؟ وقد أدركت أن جلالة الملك حفظه الله ورعاه يريد أن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار، وأن يجنب شعبه الألم والمعاناة. لكن أنا ودي أوجه لكم سؤال: كيف تريدون البحرين في المستقبل لأبنائكم؟ هل تريدون بحرين 2011؟ هل نريد لأبنائنا أن يعيشوا في اختلاف؟ احنا والله الحمد نشأنا في وطن تسوده المحبة ويسوده الاحترام، واعتقد من الواجب علينا ان نحافظ على هذه الأمانة التي استلمناها. لكن هناك ما يؤثر على وطنيتنا. انا اشوف في 4 عناصر تؤثر وتستهدف وطنيتنا البحرينية. فهناك تربية عقائدية خاطئة، ونهج تحريضي، وإعلام خارجي موجه، وسلوك انعزالي. سلوك انعزالي يرفض الاندماج ويسعى إلى تكوين مجتمعات مغلقة، وهذا أمر يجب أن نهتم إليه ولا نسمح ببيئة تكون خارجة عن المجتمع أو تحت تصرف أو تفكير أشخاص معين. أما النهج التحريضي وهذا والله الحمد أدركناه وتعاملنا مع عناصر وتمكننا منه، لكني حبيت أني أؤكد على خطورته، حيث لا يمكن أن نترك المجال لهذا التحريض في المجتمع من قبل أي جهة يمكن أن تشكل تحريض لأبنائنا في المستقبل. بالنسبة للتربية العقائدية الخاطئة، فإن تربية المنزل وتربية النشء في المدارس، وهنا أود أن أشكر الأخ سعادة وزير التربية والتعليم على تفعيل برنامج التربية الوطنية، لكن أرى أنه لابد من يأخذ هذا المشروع الأهمية المطلوبة والجدية في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي رأيي فإن أهم ما في الأمر هو المدرسين والمدرسات الذين يؤدون هذه المهمة،
فبقدر ما يكونون مؤمنين برسالتهم الوطنية، بقدر ما سيكونون قادرين على توصيلها إلى الناشئة. ومن المهم جدا أن نركز على هذا الموضوع ولا يكون أمر جانبي، بل يكون أمر أساسي في نهجنا التعليم. لذا فإنني أيها الأخوة والأخوات أتقدم بمبادرة شاملة للانتماء الوطني ترتكز على 5 عناصر: التشريعات والأنظمة، المناهج والمقررات والمطبوعات، ومن ثم حملات العلاقات العامة وبرامج الانتماء. أنا شفت هذه العناصر يمكن أن تكون رئيسية لمبادرة نعمل على دراستها ووضع تفاصيلها من خلالكم، حيث أن احنا نتطلع إلى تشكيل لجنة بمشاركة من قبل المواطنين الكرام اللي راح نطلب منهم أن يشاركونا في هذه اللجنة، ونأمل أن نتمكن من إعداد مشروع متكامل نقدمه إلى الحكومة الموقرة. والأمر الآخر، يسعدني أني أعلن بهذه المناسبة عن جائزة سنوية من وزارة الداخل لأفضل عمل لتعزيز الولاء والمواطنة وترسيخ قيم الوطنية والانتماء، وراح نعلن عن التفاصيل إن شاء الله في وقت لاحق. وأسأل الله أن يوفقنا يعني بما يسهم في تأكيد الهوية الوطنية والانتماء الوطني وتعزيز المواطنة، والتي هي قضية حيوية وتبرز أهميتها من كونها أحد الأركان الأساسية اللازمة لبناء الدولة الوطنية الحديثة، التي تعد أحد الأهداف الرئيسية التي سعى إلى تحقيقها المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. الحضور الكريم، في الختام فإني لا أجد أثقل على صدر المرء من فقدان رجال يضحون بأرواحهم من أجل الوطن إلا فقدان الوطن، ولن نسمح بذلك بعون الله. وإن التضحيات اللي قدمها رجال الأمن مكنتنا من مواجهة الموقف من أجل أن تظهر الحقيقة، وتحملنا حتى يكون الوضع تحت السيطرة وليكون قابلا للإصلاح. وإن مكافأة هذه التضحيات التي بذلت من أجل المحافظة على مكتسباتنا الوطنية أن تظل البحرين وطن للتآخي والمحبة. فبناء الوطنية يتطلب قلوب كبيرة تعلو على الطائفية والتطرف وتستوعب الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء ركز على موضوع الولاء والانتماء. الولاء والانتماء للوطن هو المصل الواقي لأي تدخل أو أجندات خارجية تحاول أن تعكر صفو الحياة في الوطن. ونعلم أن البحرين وللأسف أصبحت يعني محل استهداف لجهات كثيرة، ولكن بيقظة أجهزة الأمنية وتعاون أبناء الشعب وإخلاصهم تحقق هذا الأمن وهذا الاستقرار الذي ينعم به الجميع. أنا الحقيقة أعجبت كثيرا بالحديث عن الانتماء الوطني وحديثه عن المبادرة. وإحنا أيضا في الجامعات وفي المدارس كلنا نؤيد هذه المبادرة، ومن لا يتمنى
أن يكون الانتماء الوطني هو قبل كل شيء، قبل الانتماء للطائفة أو الانتماء لأي قبيلة، وإنما الوطن. هذه بادرة كبيرة جداً. أنا أذكر أن إحنا نملك ولدينا أكثر من 35 مركز شبابي وعدة أندية وطنية كبيرة. يجب هذه الأندية أن تقوم بدورها. الشباب يجب إشراكهم. وحقيقة أنا أبلغت اليوم معالي الوزير وتقبلها بصدر رحب أن علينا أن نشرك هذه الأندية والمراكز الشبابية في اللجنة المزمع إنشاؤها من قبل معالي لبحث مبادرة معالي في هذه المبادرة الهوية الوطنية. إحنا كمؤسسات تعليمية أكيد لنا دور في موضوع مقترح معالي الوزير في موضوع الانتماء الوطني، وهاي شيء إحنا نفخر في أن يكون لنا دور لخدمة هذا البلد وخدمة أبنائه، بحيث أن يكون لنا دور في هذه المبادرة الطيبة من معالي الوزير. وبدون شك أن حكومة البحرين سواء اليوم أو منذ تأسيسها كدولة عمرها ما فرقت بين طائفة أو طائفة. أما نحن نريد اليوم إزالة آثار الشوائب التي التصقت ببعض العقول التي ما استطاعت أن تعلم أو تكتشف بأنه مواطن عزيز كبقية المواطنين. الانتماء الوطني شيء جميل، ونحن كنا نعززه في المدارس ولا زلنا حتى الآن في أي موقع من مواقعنا نحن نعزز هذا الانتماء وهذه الوطنية، الهوية الوطنية، وندعو جميع الأهالي لأن يركزوا على هذه النقطة، فهي مهمة جدا في حياة مجتمعنا بالذات.